بغينا تشرح لنا شنو هو السبب ديال ارتفاع اسعار الخضر والفواكه؟ عندنا دابا بحال هذا قادير دوك بحال الماطيشه ديال الدكوالة دوك بدات كتقل بدات كتخرف دوك غيبدا قادير غيبدا قادير دابا غيبدا ب 24% 22% 100 درهم الاخرى. دابا بحال البطاطا دابا قليله علاش قليله تديال 78 80 دابا قليله دابا من الماء من ما يكونش طايح الماء ديال الكريم كيكون وكيخزنوا هذوك ولاد داك ولاد حريز كيديروها في داك الحشيش كيديروها العشا كيديروها كيوليو يخرجوا على خاطر هاد القضيه ديال السلاوي وديال قليل عاد مولي دابا داير هنايا داير 90 4 دراهم القرعه تا هي هكاك الفلفله كاينه 56 54 الدنجال كاين 70 الخيار كاين 5 دراهم هذا هو اللي كاين من الناحيه ديال الخضر ديال دابا البصله هي اللي رخيصه اللي دايره 150 170 فرانك واش قلت الماء غير هي السبب؟ هي السبب قلت الماء هي السبب من كيكون المطر كيكون في درك العاد ديال الماء اللي عدوا الماء كيكون البور كيكون كل شيء كلها من قلت المطر كل المطر من كيكون المطر ما كيكونش خضره غاليه بحال هكا كتكون بلاش دابا من قلت المطر لانكم كتعاملوا مع الفلاح شنو كيقولوا؟ هو كيقول لهم ملي كتمشي عند الفلاح كتلقاه هو مسير اكثر من كتمشي تشري من عنده بحاله ولا كتمشي عنده هذا كتلقاه هو غارق البيع لك ويكمل عبس طنطير. الفلاح حتى هو مدرور ملي تمشي عنده ليه يبكي. اي حاجه هذا هو حساب هو. انتم كتجيبوها كتجيبوا السلعه بالجمله شحال كتجيبوا؟ هذوك الراجل علاش ما تقولش دابا كاين اللي كيجيبوا واحد جايب هو جايب فايج علاش ما تقولش كيبيعوا بلاصه ما كيسولش فيها 4 دريال مصيح هو كيخلي فيها 20000 ما يجيبوا ولا 30 هو في المثل جاب معطيش 22 من قادر جا هنا لقى 100 درهم في السوق يبيعوا ولا يخليها ولا يلوحها لابس منه غادي يبيع وخا يبيعها ب 90 درهم اللي غادي يبيع الفواكه شحال كيجيبوا فيه؟ شحال من صندوق؟ كتجي 500 540 500 صندوق 500 540 وكتقام مش غنقول لك هذاك الثمن كتقام ب 3 الملايين 3 الملايين 3 الملايين جوج ونص حتى الربعة من كتغلى حتى الربعة وبطبيعة الحال كيبقى يقدر شايط لك يشيط لك ويشيط لك حتى وزع لك مع السوق لقيتي السوق وهذاك ما لقيتيش راه والو هذوك ما طيشة دابا مالا سي خسروا فيها جاي جايبينها ب 90 درهم داك 19 ما كيبيعوا فيها ب 18 من 17 مليح 100 درهم هو خاسر ما كانش عاد من الفايج دابا صاحبك تعاد ولا قال لي انا خاسر في هذا الفايج اما اختي من قله المطار ومن قله هذا القضيه كد تجي ضعيفك ديال الكريم ماشي كديال السقي ديال هذا في الخضر ولا في كل شيء في الفواكه كامله يعني كذب عليك كاذب كتمشي مع المطار واش اذا ما طايحاش نقطه ديال الشتاق وباغي الخضره ما طلعش لا يمكن. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام.